صباح الخير على كل اصحابنا اصحاب شقاوة شطار. النهارده يوم جديد وجميل جدا جدا، هنستمتع معاكم فيه بحلقه جديده، حلقه مختلفه جدا. هنشوف مع بعض عروض جميله جدا لمجموعه من اصحابنا، عروض من بلاد مختلفه يقدموا لنا فيه رقص وغنى وحاجات جميله جدا، مواهب هنشوفها مع بعض. تعالوا النهارده نشوف حلقتنا ونستمتع بيها. في بدايه الحلقه هفكركم بالجروب بتاعنا على الفيسبوك، جروب شقاوة شطار، تقدروا تتابعوا عليه حلقاتنا. تعالوا نشوف مع بعض النهارده اصحابنا هيقدموا لنا ايه. أصحابي النهاردة متجمعين مع بعض، وكل واحد فيهم بيمثل بلد معينة، علشان كلنا مع بعض نقول لكل الناس إن السلام في العالم كله، إحنا بندعو للسلام في كل العالم. فعشان كده كل واحد أو كل واحدة من أصحابنا لابسة لبس معين لبلد معينة وبتمثل بيها البلد دي. تعالوا نسألهم. أولا عايز أتعرف عليهم وأعرف أسمائهم إيه. اسمي طلحة وأنا من كاميرون. اسمي محمد وأنا من السودان. اسمي مايرون وانا من امريكا. اسمي ازال وانا من الهند. اسمي مريم وانا من السودان. اسمي دنيا انا محافظة في باكستان. اسمي جيلسي. اسمي فوزية. جميل جدا جدا، وزي ما احنا شايفين اللبس بتاعهم كمان جميل قوي. وانا عايز اعرف بقى اللبس ده، كل لبس بيمثل البلد مش كده؟ اللبس ده ايه بقى؟ لبس ايه؟ لبس النورث ويست. واللبس ده جلابيه. الجلابيه اللي في السودانيه او الشكل السوداني صح؟ ده لبس الكاوبوي. لبس الكاوبوي بقى من امريكا. ده لبس الباكستاني. باكستان. ده مش لبس سوداني طبعا، ده لبس باكستاني، عشان انا المفروض كنت البس حاجه تانية، بس المدرسه بتاعت الحفله قالت لي عشان كنت انا مشتركه في الرقصه الباكستانيه في البيس دي باكستاني. ده لبس باكستاني. انتوا زيمبابوي. ملاوي. طبعا جميل جدا جدا. عايزاكم تكلموني اكتر عن فكرة ان احنا النهاردة متجمعين كل بلد مختلفة متجمعين مع بعض عشان نقول للناس فكرة السلام، عشان ندعو كل الناس للسلام. هي طبعا احنا زي حضرتك شفتي عملنا دانس، هو المفروض لكن باكستاني ده، لكن شفنا ناشوناليتيز كتير فيها، زي من السودان من الهند باكستان وكتير يعني. وعملتوا عرض رقصة مع بعض. اتدربتوا عليها ازاي؟ في اشرحوا. طبعا مع مس هند مدرسة الدانس بتاعتنا دربنا معها كلنا، وهي اختارت مننا يعني من different nationalities مش من باكستان بقى، عشان هي peace day، عشان هو طبعا يوم سلام فلازم يبقى من بلاد مختلفة. هي كلموني اكتر، هي قوليلي العرض عملت ايه فيه. نحنا رقصنا رقصة باكستانية. رقصتي رقصة باكستانية؟ ايه. دربتي عليها ازاي؟ دي اول مرة ترقصيها ولا رقصتيها قبل كده؟ لا رقصنا. رقصتيها قبل كده، تعرفي ترقصيها؟ هي وانت؟ هي مس هند علمتنا ازاي نطلع ونقول اللي هي علمتنا عليه. She teaches يعني what we do. طيب ونقول ايه النهارده لاصحابنا من العرض ده؟
سؤال. نقول لهم ايه من خلال عرض السلام؟ نقول لهم ايه؟ نقول لهم يعني كيف نحب بعضنا البعض ونعيش مع بعضنا ونقدر نتعلم مع بعض. برافو عليك. هاي وايه كمان؟ ما نخناش مع بعض باصحاب وندي برافو عليك. ندي بقى ندي اللي حوالينا ومن. برافو عليك شاطر جدا جدا. وطبعا زي ما احنا شايفين فكره ان احنا بنقول ان مفيش فرق في الشعوب، السلام بيجمع كل الناس كل الشعوب، زي ما احنا اصحابي كده لابسين وعاملين العرض الجميل ده اللي بيقولوا بيه ان مفيش فرق بين الشعوب، السلام لازم يعم على كل العالم، صح؟ انا مبسوطه بيكم جدا النهارده، وتعالوا نروح نشوف العرض ونرجع نكمل حلقتنا. سلام. ده العرض اللي هيقدموه مجموعه من اصحابنا، زي ما احنا شايفين كده عايزين نفهم اللبس والالوان اللي هم ملونينها على وشهم. تعالوا الاول نتعرف عليهم واحد واحد، ايه رايكم؟ مصطفى معانا، مس امال طبعا، اهلا. اندرو، مايكل، مروان، محمد، سامر، يوسف. عايزين طبعا نفهم الفكره بتاعه العرض من مس امال. احنا بنحاول بس نقول ان في وقتنا هذا احنا بنحاول ننبذ العنف السائد في المجتمع ويمكن في العالم كله، فبنحاول دلوقتي نتكلم عن السلام، هو اكتر حاجة ممكن تفيد مجتمعنا وممكن تفيد العالم كله. فبنحاول في العالم بتاعنا نقول ان العنف فيه حاجات كتيرة قوي ممكن تضر بلدنا وممكن تضر بينا احنا شخصيا، فبنحاول ان احنا نوصل للناس معنى السلام. طبعا معنى مهم جدا جدا. وعايزه افهم بقى موضوع الالوان اللي انتوا عاملينها في وشكم والحاجات دي. لا، هي احنا المسرحيه بتتكلم عن السلام، فالسلام يا ابيض يا اسود. فانا المفروض ان انا عملت ابيض واسود الاثنين، لان انا المفروض ببقى في الاول شرير، سوري، ببقى في الاول طيب بعد ببقى شرير. طب ليه مش المفروض الاول نبقى شريرين بعدين نبقى طيبين؟ لا، ما هو انا وبعد كده الاول كان بيعمل دور شر وبعد كده بيتحول بيفهم معنى السلام، فبيتحول جواه الشر الخير. شر الخير، في النهايه بنحول الشر الخير. يعني كل اللي عاملين وشهم ابيض واسود عملوا نفس الدور؟ لا، هو في واحد، كل واحد ليه دور معين. بس احنا كلنا بنتكلم على السلام. كلكم في النهايه. طب الوش المختلف ده ايه؟ ده هو سلام اصلا. هو انا اصلا طيب، بس في جزء مني شرير صغير، يعني في جزء مثلا زي لما هنعمل في مسرحيه مثلا هنلعب قمار كده، ففي جزء مني شرير، جزء صغير شرير. بس انا كلي طيب. كلك نفس الحكايه برضه؟ لا، بس هو انا يعني انا هخونه وهقتله عشان انضم معاهم. بس وفي النهايه ايه، هترجع تاني للسلام؟ يعني هو هنقذه وخلاص، وهيبقى احنا كده طبقنا فكره ان احنا بعدنا عن العنف ورحنا للسلام. طب الاسود بقى خالص ده ايه اخباركم؟ هو الاسود اللي هو كوتشينا، لان احنا كنا بنلعب قمار وكده، وكاس، لان انا دايما انا اللي كنت بكسب. احنا اصلا المفروض نبقى اشرار وبعد كده هنموت خالص، بعد ما نموت المفروض بقى خلاص كده يبقى الشر بقى خير. كده قضينا على الشر وتبقى في الاخر سلام. انتصر في الاخر السلام. انت ايه عملت ايه؟ لا، هو انا يعني ما عملتش غير دور صغير بس. ايه هو الدور الصغير؟ هو
المفروض ان هو بيتحكم فينا كلنا في الاول خالص. بعد كده بقى بيبقى الاثنين يعني في ناس كده لابسه لبس اسود هنا. لما دم بقى بتقطع احنا كل في بقى كل الشر بيموت. كل الشر بيموت. وانت دور ايه؟ انا الشيطان، هم كلهم جنود تحتيا. انت اللي بتحرض على كل حاجه وحشه. وهم كلهم جنود عندي، ففي الاخر بعد ما المدام حررتهم انا بتغاظ فبحاول اشدهم، هم مش راضين يجوا، في الاخر انا بموت وهم السلام اللي بيكسب. هو السلام هو اللي بيعم في الاخر، وده اللي احنا بنتمناه في العالم كله، ان فعلا نقضي على كل الشر اللي في العالم. هو انا كنت قصدي ان هو ما يبقاش شيطان، انا قصدي ان هو زي محرك العرايس الماريونيت، فهو الشر عامل كده بالظبط، بيحركنا يمين الموجه تجيبنا شمال او يمين. بس اهم حاجه احنا بنحكم عقلنا وبنعرف في الاول هل امشي في انهي اتجاه، هل الدفه هتوديني شمال فانا هروح معاها شمال، ولا انا هقدر اتحكم في الدفه وانا اللي هقود مركبتي بنفسي. فعلا. ونقدر نتغلب، هنتغلب على الشر ولا مش هنتغلب؟ طبعا هنتغلب. هنتغلب عليه. وفي النهايه ايه اللي يبقى بيننا كلنا؟ ايه الفكره اللي بندعو ليها؟ السلام، الخير والسلام. وايه كمان؟ والطيبة والمحبة. برافو عليك. والطيبة والحب، وان احنا كلنا نبدأ بنفسنا نحب بعض وندعو اللي حوالينا كلهم للسلام والخير والحب. صح. وانا بحبكم جدا ومبسوطة بيكم قوي قوي، وتعالوا مع بعض نشوف العرض الجميل اللي مقدمينه ونفهم معنى فعلا السلام. في نعم للسلام. نعم للسلام. We'll be right back.
تعالوا نتعرف على مجموعة كمان من أصحابنا المشاركين برضو بالعروض الجميلة اللي بيتكلموا فيها ويدعوا فيها عن السلام. تعالوا نعرف الأول أساميهم إيه؟ إبراهيم، عمر، خالد، أرهم، علي. هيكلموني على العرض النهاردة بقى، عملتوا إيه؟ رقصنا وعملنا بازل وغنينا. وغنيتوا. طب الأغنية بتاعتكم دي انتوا بتقدموها ليه النهاردة؟ بنقدمها عشان نعبر البيس في كل حتة. اللي هو ايه بقى البيس ده؟ عايزين نقول لاصحابنا السلام، السلام والمعاملة الكويسة مع الصحاب. انتوا بتعرف تتعاملوا معاملة كويسة مع بعض ولا انتوا بتضحكوا علينا النهاردة ولا ايه؟ قول بصراحة. بصراحة بصراحة ساعات وساعات. ساعات وساعات. طب ليه كده؟ ليه؟ والله مش عارفين، بس مرات بنتخانق مع بعض ومرات بنبقى صحاب. ينفع نتخانق مع بعض كده واحنا جايين نقول لهم احنا عايزين نبقى كلنا نحب بعض وما نزعلش من بعض ابدا؟ لا ما ينفعش، مش كده صح؟ طب هتقول لهم انت ايه بقى؟ تقول لاصحابك ايه الاول؟ احنا عمرنا ما هنتخانق معاكم تاني عشان احنا بنحب السلام على طول. بيس. ده بجد يعني؟ ده وعد؟ وعد؟ هتوعدوني ان انتوا هتحبوا بعض؟ عشان احنا لازم نبدا من نفسنا، بما اننا جايين نقول لاصحابنا وندعوهم للسلام يبقى لازم نبتدي بنفسنا، صح؟ صح. هتقول لهم ايه بقى؟ روما مش عشان اعمل كده تاني؟ مش هنعمل كده تاني. انا مصدقاكم. عايزاكم بقى تكلموني عن الاغنيه اكتر. بتقول ايه بقى الاغنيه؟ كلماتها ايه؟ مش فاكر. One song for all of us. They mean that only one song, only peace that come for everybody. يعني هي أغنية واحدة للعالم كله. للعالم كله. About peace. عن السلام. كلنا بنتجمع فيها وبنتوحد تحت كلمة إيه؟ peace. تحت كلمة السلام اللي إحنا كلنا بندعو ليه. أنا مبسوطة بيكم جدا النهاردة. إيه رأيكم تغنوا الأغنية؟ يلا. انت مش حافظها؟ مين حافظها؟ انا نصرة. One song for all of us. One song could bring us peace. One song could make America for all of us. A song of peace. الله، جميلة جدا جدا. كلنا بنقول لكم لازم نحب بعض، مش هنضرب بعض ولا نتخانق مع بعض تاني، صح؟ شاطرين، برافو عليكم. انا مبسوطة بيكم جدا. ونروح دلوقتي نشوف العرض بتاعهم ونكمل مع بعض حلقتنا. خليكم معانا. يلا. Thank you.
خلصت حلقتنا النهارده من شقاوة الشطار، واستمتعنا مع بعض باصحابنا اللي قدموا مجموعه جميله جدا من العروض. ودايما مهم جدا ان احنا لما يكون عندنا موهبه معينه ان احنا ننميها، ونحاول دايما ان احنا نتدرب اكتر ونقدم طبعا كل العروض اللي احنا بنحبها، لان الموهبه حاجه مهمه جدا جدا في حياتنا. انا مبسوطه جدا اني كنت معاكم النهارده، ومبسوطه كمان باصحابي اللي قدموا عروض جميله. وما تنسوش تتابعونا على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، جروب شقاوة الشطار، تقدروا كمان تتابعوا عليه حلقاتنا. كده خلصت الحلقه، وتابعونا كل يوم في شقاوة الشطار الساعه 10:30 معاده يوم السبت. باي باي.